المجد للشهداء، وده مش كلام احنا بنقوله، فعلا ابرياء ما لهمش اي ذنب، اللي رايحين يبنوا، رايحين يعمروا في ليبيا الشقيقة. اللي حصل ده من داعش، دوت عصابه، دوت هدفهم يدمروا، بدليل ان دوت عمال رايحين يشتغلوا، راحوا يذبحوا، ذنبهم ايه؟ عشان يدمروا. لكن انا بقول كده لداعش، وباكد الكلمه دي، احنا عاملين زي الحفره، تاخدوا منها مش بتقل بتزيد، احنا قوه. وانا باكد على حاجه واحده، العالم العربي كلنا خلي بالكم من داعش، مش عايزين نبقى لوحدينا، مش عايزين تبقى حته صغيره، كل دوله تحت وحديها، لكن تعال نتوحد عشان نقدر كان الجميع مع نفس واحده نقف ضد الارهاب، والارهاب مش هيقدر علينا. القائد رئيس جمهوريه مصر السيسي لما بيتكلم دايما ما بيتكلمش عن نفسه، دايما لما بيقول الشعب المصري، الجيش جيشكم، ده همسه وصل، دي الروح اللي احنا محتاجينها، ان احنا كلنا في مركب واحده، ده التعبير الصح. لما المركب بتغرق مش بتغرق بواحد ولا اثنين، بتغرق بكل اللي موجودين فيه. عشان كده الجيش السيسي لما بيتكلم باسم الشعب المصري، واحنا بنقول لك احنا معاك، لا تنظر وراء بل نمتد لقدام.